استقت منظمة اليونسكو للتربية والعلوم في العراق الأكاديمية الدكتورة نضال العبادي. مرحبا دكتورة. ربما أكثر شريحة تعاني الإهمال رغم أهميتها في تربية الأجيال وإنشاء قادة المستقبل هم المعلمون، ما السبب وراء تركهم دون اهتمام؟ شكرا جزيلا لك ولكادر قناة الفلوجة. حقيقة المعلم العراقي هو رمز العطاء، وقد كان له دور كبير وفعال في بناء الأجيال، وقد تخرج على يده المهندس والطبيب وكل أصناف المجتمع. فللأسف أنه المعلم لم يأخذ دور الفعال في المجتمع، ولم تكن هنالك عناية كافية للمعلم. لكن نطمح من الحكومة أنه تعطي للمعلم الأهمية القصوى، لأن المعلم إذا كان يأخذ من الرفاهية ومن مستحقاته كمعلم فيكون عطاءه كبير، ويكون له بصمة إيجابية في المجتمع. لأن تعلم أنه الحياة وخاصة في هذه الآونة متطلبات الحياة كثيرة، وبالتأكيد المعلم هو مواطن لديه من المسؤولية ولديه من الالتزامات ومن العائلة ومن متعلقات الحياة، والحياة في حالة تعقيدات كبيرة من وقت إلى آخر. فإذا كان هنالك ترفيه إلى المعلم بالتأكيد سوف يكون عطاؤه كبير، ويكون عطاؤه إيجابي، ويكون إنتاجه كبير. ورغم كل هذه الصعوبات والتحديات، لكن لاحظ أن المعلم العراقي يأخذ دوره بشكل فعال ويكون دائم العطاء، ورغم كثير من المعاناة لكنه لن يقصر في عمله، وما زال يعمل بكل فناء وكل مهنية وإخلاص وعطاء. بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تحدثت عنها، هناك تحدي آخر يتعلق بالجانب الأمني. يعني هناك عمليات استقواء ضد المعلمين في كل حادثة، سواء برسوب ابن أحد الأشخاص أو معاقبته، يعني حتى أصبح المعلم يخشى من أن يضع درجة متدنية لأشخاص غير مجتهدين فتلاحقه الدقة العشائرية وربما الضرب داخل المدرسة. يعني كيف يمكن التصدي لهذه العمليات ضد المعلمين؟ حقيقة حثت مثل هذه الحالات في بعض الأماكن، لكن كان للجهات الأمنية دور فعال وتصدت لها، وقد أخذ المسيء عقابه. ونطمح أن لا تتكرر في هذا العام الدراسي عام 23-24، ونطمح من الجهات المسؤولة أن تفعل القانون في المقصرين الذين يخلون بالإساءة العفو بواجباتهم تجاه المعلم بالاحترام والتقدير والثناء، وكذلك أن يكون قفل المعلم يجب أن تأخذ مكانها في المجتمع. طيب. لا تكون فقط مجرد قول بصفتك منظمة منسقة عفوا منظمة هو اليونسكو تحت. وعذرا المقاطعة، هل أنت مع الدعوات التي تشجع المعلمين على اقتناء السلاح لحماية أنفسهم؟ بالتأكيد لا، يجب أن يكون السلاح تحت يد الدولة، ولأنها ظاهرة غير سليمة. وكذلك المعلم لديه سلاح، لكن سلاحه القلم، هذا هو الذي يكون حقيقة سلاح جدا كبير، لأنه يفتح العقول وينور العقول وينور الطريق أمام الطلبة في كيفية احترام المعلم وإطاعته وتحضير الواجب. هذا هو السلاح الحقيقي. أما سلاح القوة فهو ليس في مكانه، ليس مع المعلم. وتلاحظ أنت في كثير من الدول التي لديها مثل هذه الأمور لا يكون للمعلم أن يحمل السلاح للدفاع عن نفسه. فإذا أين هي الدولة؟ نحن نطمح أن تكون الدولة هي الأداة التي تدافع عن المعلم، ولا تدع المعلم يحمل السلاح، بل تدع المعلم يحمل سلاح العقل والقلم الذي
يعبر عن علميته ومهنيته وكيفية أن يكون قائد يربي أجيال لكي تخدم المجتمع. هناك مشكلة كبيرة يعني يجب مناقشتها، يعني أطفال المخيمات عاشوا ربما أكثر من 8 سنوات دون تعليم، وحصلت فجوة بينهم وبين جيلهم. ما الطرق الصحيحة لمعالجة هذا الأمر وتدارك من فاته التعليم؟ حقيقة تحتاج إلى قرارات الدولة وجهات المختصة من قبل وزارة التربية والمختصين في وزارة التربية بمعالجة هذه الحالة من خلال توفير ما يحتاجون من مستلزمات لإكمال دراستهم، وكذلك رعايتهم ليس فقط في الدراسة بل بالجانب الصحي، بالجانب الثقافي، بالجانب المعنوي، لأن حقيقة هي المخيمات لا تليق بالفرد العراقي، وخاصة أنه العراق هو بلد الخيرات، فليس من المعقول أن يكون أبناء العراق هم في العراء. فأعتقد أنه الجهات المختصة بهذا الجانب لديها خطة استراتيجية في معالجة هذه الحالات. شكرا جزيلا من بغداد، منسقة منظمة اليونسكو للتربية والعلوم في العراق، الأكاديمية الدكتورة نضال العبادي.